السلام عليكم، معكم إيمان، وفي هذا الفيديو سوف نقوم بصنع السكن الخاص بنا على سيرفر وناسا تايم. قررت أن أفعل هذا في فيديو منفصل أفضل لكي يكون ممتع. لا تهتموا لخلفية سطح المكتب. سنصنع سكن والتر. في البداية كل ما فعلته هو بحث في هذا الموقع، سأضع رابطه في الوصف، فيه الايدي الخاص بسكن. من بينهم جميعا وجدت هذا، يبدو مناسب. هذا هو تصميم جي سي. بعد أن حددنا السكن الذي نريد التعديل عليه، نرى اسمه هنا ونستخدم برنامج TXD Workshop. نبحث عنه في هذا المكان، نجد هذا الملف TXD ونستخرجه على شكل صورة PNG، ثم نعدل عليها. بالنسبة إلى الصور، استخدمت هذا حتى أخذ وجهه. لا أدري أي صورة سأختار بصراحة، سنختار هذا، سنأخذ نصف وجهه. فوتوشوب القادم أنا أعلم يا جماعة، أنا أعلم. لماذا أنا أستخدم بلندر أيضا حتى أرى نتيجة ما أفعله؟ لأن أحيانا أنت تضعه بشكل مناسب في الصورة، ولكن في 3D موديل يظهر بشكل غريب. إذا وجهه مخلبز قليلا، ولكن سوف يفي بالغرض، إنها فقط لعبة لو بولي. سنبدأ بذلك، سنضع الوجه، عينه عملاقه. المهم أن تكون العين مناسبة، والأنف والفم أيضا. One eternity later. أيو مستر وايت، لقد قمت بتصميمه تقريبا، ولكن للأسف اضطررت لتغيير الموديل، لأن الموديل هذا بما أنه شخصية ثانوية كان من الصعب جدا وضع الوجه، لأنه يستخدم لا أدري، الصورة الخاصة به سيئة جدا، على عكس صورة كلاود التي كان فيها تفاصيل أكثر ومكنتني من وضع الوجه على الأقل بطريقة تجعلك تشعر بأنها جي سي. يمكنني فعل شيء أفضل من هذا بكثير، ولكن بما أن على وناسا تايم لا يمكنني التعديل على الموديل، فأنا مضطر لاستخدام الصورة فقط. هذه هي الصورة، وجهه مطرف يا رجل، قطعة هناك قطعة هنا. أيو مستر وايت، أيو مستر وايت، I got drip bitch. Just say that's physically impossible. You and I both know that you don't have to. سننظر إلى جوجل ونرى إذا كان هناك ملابس تناسبه. إذن وأخيرا أكملت العمل على تعديل الصورة، وهذه هي النتيجة الكاملة. هو لا يشبهه تماما، ولكن فعلت كل ما أستطيع، على الأقل أفضل من هذا الشيء هنا. هذه هي السطرة الخاصة به، سيرو الأزرق، هذا القميص ووجهه وشعره. يجب أن نرفع الصورة على هذا الموقع، سأضع رابطه في الوصف بعد أن نستخرجه. يا أب، هذا هو رابطه في هذا المكان موجود، سأخبئ الرابط لن أظهره. هذا الرابط عندي، نذهب إلى اللعبة ونرى إذا كان الأمر سينجح. لا ننسى رقم السكن الذي هو 299. الآن إلى المتجر، وهناك سوف نقوم برفع السكن الخاص بنا. هذا هو، هناك سكنات للبيع ونستطيع أن نصنع واحد. هنا الرابط، الوصف، ID السكن والسعر. بالنسبة للسعر سأجعله غالي قليلا حتى لا يستخدمه الجميع، لأني سأجد بعد هذا الفيديو سأجد جي سي بيكمان في كل مكان. 50,000. الوصف جي سي بيكمان، الاي دي نتأكد 100%، لا أريد أن أخفق. ID 299. الرابط هذا هو، آمل أن أنجح لأني هذه أول مرة أجرب فيها ذلك. Error, the file size is too large. Minimum size. أوكي، حجم الصورة كبير، سوف نجعلها أصغر. ربما لأني ضاعفت حجمها سوف نقسمها إلى نصفين. الرابط PNG يجب أن تكون PNG وصغيرة. إضافة، لقد أضفناها. ظهر سكن. وأخيرا إذا صنعت السكن الخاص بي، الخاص بجي سي بينكمان. سوف نجربه في الحلقات القادمة، ويشبهه ابن عمه، يشبهه بنسبة 30%. ليس هو. كان ذلك صعبا، تصنع سكن بدون أن تلمس اليوفي، بدونها سيبدو سكن غريب. ستجدونه في المتجر مقابل 50,000. وسأترك واحد هنا، سأخبئه في مكان، وأول واحد يذهب إلى هناك يأخذه، مكان غير معروف. هيا هنا أضعه، عندي الضعف. هو ستجدونه هنا، مكافأة صغيرة. لا أدري إذا كان سيختفي، إذا اختفى فليست مشكلتي، راح.